بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 180. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله في معرض رده على ابن الجوزي في إنكاره على الحنابلة إثبات الصفات، قال: إثبات الصفات لا يختص بالحنابلة، بل إثبات جنس الصفات قد اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أهل الفقه والحديث والتصوف والمعرفة، وأئمة أهل الكلام من الكلابية والكرامية والأشعرية، كل هؤلاء يثبتون لله صفة الوجه واليد ونحو ذلك. قد ذكر الأشعري في كتاب المقالات أن هذا مذهب أهل الحديث، وقال إنه به يقول. فقال في جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث: جملة مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث الإقرار بكذا وكذا، وأن الله على عرشه استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي، وكما قال بل يداه مبسوطتان، وأن له عينين بلا كيف كما قال تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال الشيخ: وما من شيء ذكره أبو الفرج وغيره مما هو موجود في الحنبلية، سواء كان الصواب فيه مع المثبت أو مع النافي أو كان فيه تفصيل، إلا وذلك موجود فيما شاء الله من أهل الحديث والصوفية والمالكية والشافعية والحنفية ونحوهم، بل هو موجود في الطوائف التي تنتحل السنة والجماعة والحديث، بل هو موجود في الطوائف التي لا تنتحل السنة والجماعة والحديث ولا مذهب السلف، مثل الشيعة وغيرهم. فهم في طرفي الإثبات والنفي، فيهم ما لا يوجد في مذهب الطوائف. وكذلك أهل الكتابين، أهل التوراة والإنجيل، توجد هذه المذاهب المتقابلة في النفي والإثبات. كذلك الصابئة من الفلاسفة وغيرهم لهم تقابل في النفي والإثبات، حتى إن منهم من يثبت ما لا يثبته كثير من متكلمة الصفاتية، ولكن جنس الإثبات على المتبعين للرسل أغلب من الذين آمنوا واليهود والنصارى والصابئة المهتدين، وجنس النفي على غير المتبعين للرسل أغلب من المشركين والصابئة المبتدعة. قد ذكرنا مذهب السلف، مذهب سلف الأمة وأئمتها بألفاظها وألفاظ من نقل ذلك من جميع الطوائف، بحيث لا يبقى لأحد من جميع الطوائف اختصاص بالإثبات. ومن ذلك ما ذكره شيخ الحرمين أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول إلزاما لذوي البدع والفضول، وكان أي المؤلف من أئمة الشافعية. ذكر من كلام الشافعي ومالك والثوري وأحمد ابن حنبل والبخاري صاحب الصحيح وسفيان ابن عيينة وعبد الله بن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه في أصول السنة ما يعرف به اعتقادهم، وذكر في تراجمهم ما فيه تنبيه على مراتبهم ومكانتهم في الإسلام، وذكر أنه اقتصر في النقل عنهم دون غيرهم لأنهم هم المقتدى بهم والمرجوع شرقا وغربا إلى مذاهبهم، ولأنهم أجمع لشرائط القدوة والإمامة من غيرهم، وأكثر لتحصيل أسبابها وأدواتها من جودة الحفظ والبصيرة والفطنة والمعرفة بالكتاب والسنة والإجماع والسند والرجال والأحوال ولغات العرب ومواضعها والتاريخ والناسخ والمنسوخ والمنقول والمعقول والصحيح والمدخول في الصدق والصلابة وظهور الأمانة والديانة ممن سواهم. قال: وإن قصر واحد منهم في سبب منها جبر تقصيره قرب عصره من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فأين هؤلاء بهذا المعنى ممن سواهم؟ فإن غيرهم من الأئمة وإن كانوا في منصب الإمامة، لكن أخلوا ببعض ما أشرت إليه مجملا من شرائطها. قال: ووجه ثالث لا بد من أن نبين فيه، فنقول:
إن في النقل عن هؤلاء إلزاما للحجة على كل من ينتحل مذهب إمام يخالفه في العقيدة، فإن أحدهما لا محالة يضلل صاحبه أو يبدعه أو يكفره، فانتحال مذهبه مع مخالفته له في العقيدة مستنكر والله شرعا وعقلا. فمن قال أنا شافعي الشرعي أشعري الاعتقاد، قلنا له هذا من الأضداد لا بل من الارتداد، إذ لم يكن الشافعي أشعري الاعتقاد. ومن قال أنا حنبلي في الفروع معتزلي في الأصول، قلنا له قد ضللت إذن عن سواء السبيل فيما تزعمه، إذ لم يكن أحمد معتزليا معتزلي الدين والاجتهاد. قال وقد افتتن أيضا خلق من المالكية بمذاهب الأشعري، وهذه والله سبة وعار وفلتة تعود بالوبال والنكال وسوء الدار على منتحلي مذاهب هؤلاء الأئمة الكبار. فإن مذهبهم ما رويناه من تكفيرهم الجهمية والمعتزلة والقدرية والواقفية، وتكفيرهم اللفظية إلى أن قال فأما غير ما ذكرناه من الأئمة فلم ينتحل أحد مذهبهم، فلذلك لم نتعرض للنقل عنهم. ثم ذكر كثيرا من نصوص الأئمة في إثبات الصفات، ثم علق على ذلك شيخ الإسلام بقوله والعجب أن هؤلاء المتكلمين إذا احتج عليهم بما في الآيات والأحاديث من الصفات قالت الحنابلة إن الله كذا وكذا بما فيه تشنيع وترويج لباطلهم. والحنابلة اقتهوا أثر السلف وساروا بسيرهم ووقفوا بوقوفهم بخلاف غيرهم. ثم قال الشيخ عما يقوله أهل الضلال من تلقيب أهل الحق بالألقاب القبيحة والتشنيع عليهم، إن هذا الكلام ليس فيه من الحجة والدليل ما يستحق أن يخاطب به أهل العلم، فإن الرد بمجرد الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد. والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب كان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلو كان خصم من يتكلم بهذا الكلام سواء كان المتكلم به أبو الهرج أو غيره من أشهر الطوائف بالبدع كالرافضة لكان ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عما لا فائدة فيه، إذ كان في مقام الرد عليهم دع المنازعون له كما ادعاهم عن جميع الناس. لكن ينبغي أن يذكر الحجة ويعدل عما لا فائدة فيه إذ كان في مقام الرد عليهم دع المنازعون له كما ادعاه هم عند جميع الناس أعلم منه بالأصول والفروع، وهو في كلامه ورده لم يأتي بحجة أصلا، لا حجة سمعية ولا عقلية، وإنما اعتمد تقليد طائفة من أهل الكلام قد خالفها أكثر منها من أهل الكلام، فقلدهم فيما زعموا أنه حجة عقلية. ومن يرد على الناس بالمعقول إن لم يبين حجة عقلية وإلا كان قد أحال الناس على المجهولات كمعصوم الرافضة وغوث الصوفية. انتهى المقصود من كلام الشيخ رحمه الله في هذه الحلقة. وقد ذكر رحمه الله قاعدة عظيمة في الرد على المخالف، وأن الراد يتجنب السب والشتم لأن هذا ليس برد وليس من المجادلة بالتي هي أحسن، وأنه أسلوب مستهجن لا يعجز عنه أحد، وأن الرد يجب أن يكون بالدليل المقنع مهما كان الخصم المردود عليه. فليت بعض كتاب العصر الذين ينهجون هذا المنهج الممقوت يتنبهون ويرجعون عنه. والله الموفق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.